كنا بنتكلم عن الفرق اللي ترشحت من دور المجموعات. ايوه تعال ناخد كده كل الفرق في البدايه. ان الزمالك هيواجه فيوتشر، رايك في المواجهه دي؟ هي مواجهه بعنوان مواجهه مصريه خالصه. الصحيح هو المستوى متقارب في الدوري المصري الممتاز، ولكن اجمالا انا ارجح كفه الزمالك. خبره الزمالك سوف تكون الفيصل. صح فريق فيوتشر العام الفارط قدم مستوى ممتاز كاول تجربه لي في هذه البطوله كاس الاتحاد الافريقي، وهذه السنه قاعد في نفس النسق، وانا لكن ارجح كفه الزمالك بقوه.